استأنف المارد الأحمر تدريبات صباح اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، وحرص مارسيل كولر المدير الفني على عقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق الميران في إطار التحضيرات للمباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا. اجتمع المدرب مارسيل كولر باللاعبين والجهاز الفني للفريق في حضور خالد بيبو مدير الكرة للتأكيد على جدية الاستعدادات للمرحلة القادمة من المنافسات الإفريقية وبحث كافة ترتيبات السفر والإقامة والانتقالات خلال فترة تواجد الفريق في الجزائر. يواصل أليو ديانج لاعب وسط الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاج الطبيعي في الجيم على هامش التدريبات الجماعية للفريق، وأكد الدكتور أحمد جبالله رئيس الجهاز الطبي أن ديانج ومحمد الضاوي كريستو لن يلحقا بمباراة شباب بلوزداد الجزائري وسيواصلان تنفيذ برنامجهما التدريبي والتأهيلي في القاهرة. كما أكد الجهاز الطبي للمارد الأحمر أن أحمد عبد القادر لاعب الفريق انتظم في التدريبات الجماعية وأن اللاعب قد تعافى من الإصابة التي أبعدته خلال الفترة الماضية. حقق فريق كرة اليد بالنادي الأهلي الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 33-22 في رابع جولات المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم الحالي، وسيلتقي الأهلي مع الزمالك في مباراة قمة الجولة الخامسة يوم الجمعة المقبل. وقع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عقود تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريب منتخبنا الوطني، وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة لهما على توليهما المهمة الجديدة مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية. كشفت الصفحة الرسمية لنادي نانت الفرنسي رقما تهديفيا مميزا لنجمنا المصري مصطفى محمد مهاجم فريقها الكروي بعد تسجيله هدفا رائعا في شباك تولوز من ضربة حرة مباشرة، ليكون الهدف الثاني له هذا الموسم من ركلة حرة بعدما سجل بنفس الطريقة بمرمى لوريان، وأصبح اللاعب الوحيد في الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي الذي يسجل ركلتين حرتين مباشرتين على الأقل خلال الموسم الحالي. تضاربت التصريحات حول عودة النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى فريقه الهلال السعودي وتعافيه من الإصابة التي لحقت به من 4 أشهر، وأكدت شبكة وان فوتبول الرياضية أن النجم البرازيلي لن يلحق بباقي منافسات الموسم الحالي مع فريقه، إذ يتراوح وقت التعافي من إصابته بين 6 إلى 8 أشهر، بينما أكد موقع فوتبول ريد الكولومبي أن نيمار عاد إلى الأراضي العربية السعودية لمواصلة تحسن حالته الصحية حتى يكون متاحا في أسرع وقت ممكن مع فريقه. بات المدرب البرتغالي كارلوس كيروش قاب قوسين أو أدنى من تولي مهمة تدريب منتخب الجزائر خلفا للمدرب جمال بالماضي، بعد أن شكل اتحاد كرة القدم الجزائري لجنة قبل أيام تضم خبراء لانتقاء المدرب القادم بعد تأكيد قطع الصلة مع المدرب بالماضي الذي أقصي من مجموعات كأس أمم إفريقيا مرتين على التوالي. عادل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني رقم دافيد فيا المهاجم السابق للفريق بعد وصوله إلى الهدف رقم 48، وذلك خلال تعادل البارسا مع غرناطة بثلاثة أهداف لكل منهما. وأصدر النادي بيانا رسميا أكد فيه أن ليفاندوفسكي وصل لهدفه رقم 48 مع برشلونة بعد 78 مباراة، ليعادل بذلك رقم دافيد فيا الذي سجل 48 هدفا لكن بعد أن لعب 120 مباراة. كشف موقع فوتبول إيطاليا أن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس أصبح مهددا بالإقالة من منصبه خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام أودينيزي بهدف دون رد، ما يعني الخسارة في آخر 3 مباريات في الدوري. وكشف الموقع أن المرشحين المحتملين لخلافته هما تياغو موتا وأنطونيو كونتي.